الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دأبت مؤسسة الأذكياء للتربية والتكوين الخصوصي بمدينة فرخانة لتنظيم حفلات وطنية بمناسبات عدة، وهذه السنة ارتأت المؤسسة أنها تخلد الذكرى 44 لمسيرة الخضراء. كانت هذه الاستعدادات بدأت منذ مدة بمشاركة جميع الأطقم الإدارية والتربوية للمؤسسة وبمشاركة التلاميذ، وكانت هذه المشاركة مشاركة نوعية. والختام نجدد الشكر والامتنان لكل من ساعدنا ولكل من قام وساعدنا في هذا الإطار. أستاذة ليلى الشراطي، أستاذة بمؤسسة الأذكياء للتربية والتعليم الخصوصي بفرخانة، كما حضرتم معنا اليوم احتفلنا بذكرى المسيرة الخضراء. هذه الذكرى العزيزة على قلوب جميع المغاربة، هذه الذكرى أو هذه المسيرة التي شكلت منعرجا تاريخيا لاستكمال الوحدة الترابية للمملكة. وكما حضرتم معنا، نحن نتعمد، المؤسسة تتعمد الاحتفال بهذا الشكل في الشوارع وبشكل علني، حتى نزرع في تلاميذنا وفي أبنائنا روح الوطنية وروح حب الوطن والتغني بهذه المسيرة التي كانت مسيرة سلمية واستكمل من خلالها المغرب وحدته الترابية.